فيني بحالات معينة مريض واعي وقراره من عقله وهو صاحب القرار وما عندي أي مشكلة بتقييمه نعم بس بدي أعالجه غصب عنه، في هيك حالات؟ طبعا، في حالات لما بيكون مريض عم يشكل خطر على نفسه او على الاخرين. اذا مريض مثلا عم يشكل خطر على الصحه العامه، في حالات مثلا الامرجنسيز، مثلا عندك البانديميك مثلا، اخر شيء جائحه مثلا. مثلا هو معه التهاب او معه انفكشن ورافض العلاج، نعم، مثل في ما هيك صار شغلات. بكوريا، مثل ما صار بكوريا على فكره، وحده نشرت 20 30 الف نعم مصاب، نعم نعم او رفضت حتى انت الحجر، مثلا، رفضت الحجر تماما طبعا فانت هون لازم تعالج. او حتى مثلا او في الحجر حال مثلا. وجود ضرر واضح على شخص معين، فهون كمان في إلى حالات شائكة، مثلا الأمراض مثلا مثلا خصام، المنتقلة. مثلا نعم، وحتى امراض الأمراض نفسيه، المنتقلة بالجنس، حتى هي مثلا أنت بتقدر قيمة أو قيمة الضرر وكميته ونوعيته، يعني كلها في إلى حالات. ولكن بشكل عام إذا في ضرر على شخص آخر فأنت ممكن تعالج، ولكن في إلى آلية معينة، مو مجرد أوه لا طول لي بالك هذا في عم شكل خطر روح عالجه. لا لا لا، في إلى آلية معينة، في إلى طرق معينة، ما بصير تتم بالإجبار. معناتها انا ما فيني لما بتصير بتعارض حريه المريض او مصلحته الشخصيه مع مصلحه المجتمع او مع حريه مصلحه شخص اخر، هون بقى بدي انا وازن بين حافظ على مصلحته مقابل مصلحه الاخرين، مثل ما قلت لما يكون في نعم زوج او زوجه بموضوع الامراض الجنسيه، وهذا سؤال مهم بالامتحانات.